السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل غرفة صغيرة، غرفة نوم. ده اجي من الاركتكشر واقول له انا عايز الوول، وهنعمل الغرفة بتاعتنا اهيت. تمام، يعني اقول مثلا في الحدود ديت، اقول له انا عايز احط مثلا بعض الفرنتشر، وبعض الفرنتشر هنعمله احنا. فهاجي هنا موديل كومبوننت، ديس كومبوننت. تعال نشوف ايه المشروع، المواحدات الموجودة هنا. ماشي، مفيش حاجة خالص. طيب هو اللود فاميلي، واجي اقول له فرنتشر، دي حاجة خاصة بالسرير. ممكن نختار اي واحدة، مثلا ديت او ديت. بس كومبوننت هي مش محدودة عشان احنا كنا في السيلينج، فهنحطها بالشكل دوت. تمام، نقدر نصغر الغرفة، نقدر ناخد حتة منهم ونحولها لحاجات كرتون وول مثلا. تمام، ونقدر نعدل فيها لو احنا عايزين. نلغي السكشن بوكس عشان نشوف المشكلة. رولرز 3D. طيب هنعلم على الحوايط، وهنقول دي لحد الدور التاني بس. وده كابتن وورد دوت برضه لحد الدور التاني بس. وهنقول له هنغير نوعه، نخليه مثلا. طبعا هنركب ازاز بحيث ان اللي جوه يشوف اللي بره، واللي بره ما يشوفش اللي جوه، او احنا يكون الموقع بتاعنا يكون يسمح بكده. تمام، طيب خلينا نرجع تاني. عايزين نحط باب مثلا، دور اهوت. طيب الدور مش ظاهر، نعمل بي بي نتأكد من ان الدور فعال. الحاجة التانية ان احنا ندخل هنا في اورنج، نظبط في اورنج. هو معمول على 4 متر، خليه 1200 مثلا بالشكل دوت. تمام، طيب عايزين نعمل الأرضية للشكل بتاعنا، فهقول له أنا عايز أعمل فلور. أهيت، تمام، أقول له أوكي. وتقدر تختار الماتيريال الطيب وتقول له ايديت، وتيجي هنا تضيف الماتيريال. مثلا نوع خشب اهوت، بيقول لي اعمل ادي سمك، هدي له السمك ده مثلا 100. تمام، بالشكل دوت. عايزين بقى نبدأ مثلا نعمل مثلا يعني دولاب مثلا صغير، حاجة زي كده. فأنا هاجي هنا من كومبوننت وأقول له موديل امبليس، وأقول له أنا عايز أعمل فرنتشر. أوكي، طيب هيقول لي القاعدة بتاعتك قد إيه، ممكن ترسم اكستروجن. ده مثلا دولاب اهوت. تمام، ممكن نخليه مفرغ من الداخل لو احنا عايزين. اقول له اوبسيت مثلا 100.
سالمية. الشكل دوت بقول له اوكي وتعالى نشوف في 3 دي. بيعملها في الاول في حدود ايه 25 سم كده، فانا اقول له اخلي الدولاب ده من الاخر تمام، ونبدا بقى ايه نشكل فيه زي ما احنا عايزين يعني. هو كل واحد بيشكل زي ما هو عايز. خلينا نديله ماتريال، او لما نخلص نديله ماتريال خلينا مثلا نقول ان في فتحه مثلا هنا، او في تقسيمه معينه، او في زي ما انت عايز يعني. ممكن تبدا تعمل مثلا الدروج تمام، تقول له كرييت، تقول له اكستروشن مثلا، ونبدا نعمل لنا كده كام درج. هقول له ست، واقول له انا عايز لسه مع الحته ديت تمام، وهبدا ارسم من هنا لهنا تمام. اوكي تمام، دي مثلا درج معين، فانت حسبنا الدرج تقدر تصغره زي ما انت عايز، تديله الشكل اللي انت عايزه. تقدر تاخد منه مثلا كوبي كام واحد كده فوق تمام، وتبدأ بقى تعمل تقسيمة الدولاب مثلا تمام. ممكن حتى نعملها من خلال ان انا ادينا كرييت، او ممكن نعملها اكستروشن، او ممكن نعملها فويد كشكل كده تمام. فويد اكستروشن تمام، اقول مثلا من هنا كده عشان تدي شكل كده كأن في ضرفتين او حاجة زي كده تمام. هتقول له اوكي، بس الافويد ده بقى ايه هندخله جوه بالشكل دوت حاجة مثلا بالشكل دوت، ونبدأ بقى نظبط الماتيريال بتاعتهم. دي مثلا أي نوع من أنواع الخشب، بس يكون مختلف عن الأرضية ومختلف عن الباب مثلا دوت. أوكي الحوائط برضو عايزين نديها شكل مختلف، بس خلينا نخلص الشكل دوت تمام. تقدر بقى تعمل مثلا ترابيزة، تقدر تعمل أي حاجة. خلينا نظبط الحوائط الأول، بعد كده نشوف إيه الحاجة اللي إحنا ممكن نعملها. طبعا لو حملت فاميلي هيكون أسهل. أضيف هنا أب، أضيف هنا فينيش تمام. تقدر تعمل طبقات من الفينش زي ما انت عايز، لغاية ده مثلا 50 تمام. الفينش هي محطوط في الحتة الخارجية، نقدر نعكس الحوايط أو نعمل حوايط من جديد مش مشكلة يعني. ممكن نحط له هو عايز نقدر نحط له فينش داخلي وخارجي تمام اهوت، او نعكس الحوايط بالشكل دوت تمام. طيب شوف بقى ايه الحاجه اللي انت عايز تحطها في قلب الاوضه ديت يعني. ممكن مثلا نعمل كومودينو كده صغير هنا تمام، فهقول له ليفل 1، هدخل هنا اقول له انا عايز اعمل كومودينو كومبوننت موديل امبريس فرنتشر. اوكي قلنا انا عايز اعمل كومودينو تمام، وتقول له انا مثلا
سالب 100 اهوت، عشان ايه؟ بفرغ من الداخل بالشكل دوت، اقول له فينش. شوف بقى في 3D. تمام، طبعا ايه لازم يكون ده يكون مقفول من فوق، فنقدر نعمله طبقة تانية. تمام، او نقدر نعمله نلغي الجزء اللي في النص ده بحيث ان هو يكون مصمت. طيب لو عايزين نقفله، كل اللي هنعمله اقول له كرييت واقول له اكستروشن، ونبدا نختار الست الطبقه اللي فوق. تقدر بقى تقول له من هنا من كرييت تقول له انا عايز اعمل اكستروشن، وتروح بقى مختار الشكل دوت، تقول له بقى ايه من هنا لهنا. شوف سمع البقرة تلف معاك الشكل لهنا، وتقول له ايه يبدأ بقى يعمل لك التوب بتاع الكومودينو دوت أو التسريحة. تمام، تقدر بقى تحط ال دروك، تقول له فينش، تقول له اكستروشن، وتقول له ست. تمام، تبدأ بقى تعمل الدروك بتاعتك زي ما انت عايز. ايت تقول له radius مثلا 50، نضرب ايت. تمام، هو تقدر تحط كده تقول له move. نقدر نعلم على دول بقى كده، ناخدهم كوبي. بعد كده تقدر تعلم عليهم كلهم، تديهم أي ماتيريال أنت عايزه، تقدر تدي كل واحدة فيهم ماتيريال خاص بيها حسب الحب. ماتيريال هندي مثلا ديت، تمام دي حاجة سريعة. ونعمل بقى سقف، نعمل أي حاجة، تقدر تعمل أي فاميلي أنت عايزها من على النت وتضيفها. تمام، دي محتاجة تبقى نفس الماتيريال. تمام، الشباك، الباب، نعم دي حاجة سريعة كده.